نرجع تاني مع بعض، وخلينا نرحب بنجومنا النهارده في كوره كل يوم، كابتن احمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق. كابتن احمد ازيك؟ ازيك يا كابتن كريم؟ اخبارك ايه؟ كله خفيت حلو. خلاص وشك كان وارم. الحمد لله. تمام. كابتن حسام حسن يا كابتن مصر، ازيك يا نجم؟ حبيبي، اخبارك ايه؟ ايه؟ كله تمام، منورين والله حبيبي. الله يخليك. انتخبته النهارده ولا بكره ولا ايه؟ لا النهارده رحت انتخبت. والله ما شفناش الصور بتاعتك. لا ما مش لازم ننزل بقى صور. انتخبت يعني؟ لجنتك فين؟ لا انا هنا طبعا الدقي. الدقي؟ اه. احنا مش هنا، احنا هنا في اكتوبر. لا يعني قريب يعني في القاهره. طيب. وجعفر؟ لا من 6 الصبح. تمام. انا مع الدكتور مندوه بقى من 6 الصبح. فين؟ كنا في المدارس الحسام. أوه. في فيصل. بس انا انتخبت في التجمع. خباك التصويت بتاع 9 مش 6 الصبح. لا جمعنا الفرقه الفريق بتاعكم. فريق دايما بتاعنا عشان كله يبقى موجود يعني. عملنا حاجة محترمة الحمد لله. طيب تمام. من سامع انت جبت 3 اجوان ولا 4 اجوان امبارح؟ حاجة خفيفة في الدوري. حاجة خفيفة كده، ماتش خفيف. مبروك حبيبي يا كابتن. طيب خلينا يعني عايز اتكلم في الوقت قليل معلش النهارده عشان ظروف الانتخابات والحلقة يعني طلعت النهارده متأخر شوية. عايز اتكلم على الجولة بتاعت افريقيا بالنسبة للأندية المصرية، وعايز ابدأ بالأهلي. من شوية انا اتكلمت على الأهلي يا حسام، قلت الأهلي مش عاجبني، الأهلي فيه مشاكل، في تراجع في المستوى، تراجع في النتائج، كولر، يعني في حاجات كتير انا اتكلمت فيها. عايز اعرف رايك وشايف ايه بالنسبه للنادي الاهلي بعد مباراه التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري 0-0. والله يا كابتن بص، هو انت اما تيجي تقيم النادي الاهلي او تتكلم على اداء النادي الاهلي او حتى مارسيل كولر، ما ينفعش تتكلم من المباراه الاخيره. احنا بقالنا فتره بنتكلم ان الكيرف والاداء والنتائج في مشكلة كبيرة جدا، وأنا شايف إن زي ما بنطلع نشيد ونتكلم على كولر إن هو مدرب كويس وراجل مدرب عبقري وقدر السنة اللي فاتت إن هو يحقق بطولات كتيرة مع النادي الأهلي ويصنع يعني فرقة محترمة تقدر إن هي تنافس أندية كبيرة في القارة الأفريقية على البطولات، إلا إن هو برضو سبب رئيسي في تراجع أداء النادي الأهلي الفترة الأخيرة بالتعامل بتاعه مع اللعيبة. هو خسر لعيبة كتير خلال المرحلة اللي فاتت، بيغير كتير قوي في التشكيل، والمعاملة واضح إن هي فيها مشكلة نوعا ما في اوضه اللبس ما بينه وما بين اللعيبه. النهارده بيقعد حسين الشحات وبيلعب حسين الشحات، بيرجع ما بيبقاش بالمستوى اللي هو منتظره. النهارده بيخسر احمد عبد القادر، النهارده بيخسر لعيبه كتير، اكرم توفيق برضو بيلعبه قدام سان داونز وبعد كده يرجع يقعده. يعني في مشاكل كتير قوي على المستوى الطريقه بتاعت التعامل بتاعت الراجل، زائد ان في هبوط في المستوى غير طبيعي عند بعض اللعيبه اللي كانت بتصنع الفارق عند النادي الاهلي، واهدار الفرص الغير مبرر. يعني الاهلي اللي كان بيميزه ان من انصاف الفرص بيقدر ان هو يسجل في الدقيقه 90 بقى وفي اي وقت من الماتش بيستغل اي فرصه. النهارده لا، الاهلي بيجي له 10 فرص مثلا في المباراه ما بيجيبش ولا واحده. الماتش اللي فات فريق شباب بلوزداد فرقه محترمه وفرقه عندها ثقه كبيره جدا في نفسها وما كانتش خايفه من النادي الاهلي، وقسم المباراه كويس جدا ان هو لعب زون الشوط الاول، بعد كده الشوط الثاني اتجرأ على النادي الاهلي. لكن تغريب برضو مارسيل كولر غريب. الراجل بيفضي نص الملعب، بيطلع الديفندرات اصلا اللي هي بتامنه ديانج ومران عطيه، وبيطير الدنيا خالص وبيطالب الفرقه ان هي تكسب، في ظل ان بيلعب فرقه برضو عندها لعيب الكوره بتعرف تطلع تحت ضغط كويس، تعمل تحولات هجوميه كويسه جدا، ولولا التوفيق والكره اللي جت في العارضه وتالق محمد الشناوي في بعض الكرات كان ممكن النادي الاهلي يخسر بمنتهى السهوله يعني. فالاهلي عليه علامه استفهام كبيره. رغم كل الكلام احنا بنقوله الاهلي متصدر بخمس نقط. ايا كان يا كابتن ماشي، 5 نقط فرق بينك وبين اللي بعدك كام نقطه واحده. يعني انت لو لا قدر الله مدياما دي انت هتروح تلعبها في غانا بالاداء وبالمستوى ده، شاب بلوزداد في الجزائر، هتبقى عندك مشكله. مدياما دي راح اتلعبت يانج افريكانز، اتعادلت معاه هنا فرقه كويسه، وجت هنا على فكره تعبتك، انت كسبتها بصعوبه رغم ان انت كسبت 3 وكسبت شاب بلوزداد في غانا، عندها 4 بطولات. ايوه فرقه جامده، فرقة بس جميل. فالمنافسه قويه وبالاداء ده احنا بالعكس احنا كنا بنقول النادي الاهلي عنده ميزه ان هو كسب في اول ماتش ليه في البطوله الافريقيه عكس النسخ اللي قبل كده، كان بيبقى عنده صعوبه شويه في دور المجموعات رغم ان هو كان بياخد البطوله في الاخر، الا انت ما مشيتش بقى، مشيت على سطر وبتسيب سطر، فده مش هينفع وانت عندك كاس عالم انديه وعندك ضغوطات الامور هتبقى. طيب احمد جعفر عايز اعرف رايك برضه في الاهلي خلال الفتره الحاليه والسابقه، لان زي ما قال حسام يعني الموضوع مش امبارح او ماتش شباب الموضوع من بعد ماتش السوبر. وهل الاهلي يقدر يلم المشاكل دي قبل ماتش كاس العالم للانديه اللي متوقع ان يكون امام اتحاد جده السعودي؟ الموضوع من ماتش السوبر الافريقي يا كابتن كريم، من بدايه الموسم من ماتش السوبر الافريقي وفي هبوط في مستوى لعيبه الاهلي بشكل كبير جدا، خاصه زي ما حسام قال في بيرسي تاو كان بيصنع فارق بشكل كبير، وفي حسين الشحات الاثنين لما كانوا شغالين بشكل كويس جدا على الاطراف مع حسين مع علي معلول كانوا عاملين فارق في الجبهه دي تماما يعني.
ومحمد هاني لما كان شغال مع بيرسي تاو كانت اعتقد كان اللجنات بتاع الاهلي شغاله، فكان زي ما حسام قال لك من نص فرصه بيقدر الاهلي يجيب جون. انا شايف ان هو برضو الراجل بدا يعني بعد ما اللعيبه خسرت البطوله السوبر بدا يجي على اللعيبه شويه، يقعد حسين شويه، يقعد بيرسي تاو شويه، بعد كده ينزله. حتى انا سؤالك انا بعمل روتيشن عشان اللعيبه دي ما تقدرش تلعب الماتشات كلها يعني. ما انت برضو ما عندكش البديل الجاهز اللي هو يقدر يصنع فارق، اللي بينزل ما بيعملش فارق، فغصب عنك وانت مطالب كنادي اهلي ببطولات وبتنافس على البطولات وداخل في بطوله افريقيا، خاصه ان انت طالع من خساره سوبر، فغصب عنك لازم تأدي اداء بشكل محترم. انت جيت في الدوري حتى اتعادلت مع سموحه، اتعادلت مع جونه، اتعاملت ماتشات برضو حتى لما بالصعوبه كسبت، حتى لما كسبت صعب. وفي افريقيا برضو الاداء مش احسن حاجه بتاع النادي الاهلي بتاع كل سنه، انت رحت تعادلت مع يانج افريكانز هناك رغم ان انت ممكن تكسب برضو يانج افريكانز ده برضو، وشباب بوليسداد برضو النهارده عمل جيم الشوط الثاني جيم بشكل كويس جدا، الشوط الثاني اداء كان محترم. شايف ان الاهلي صعبها على نفسه من الماتش اللي فات بتاع بوليسداد ده، صعبها على نفسه شويه ان هو هيرجع يلعب بوليسداد بره وهيلاعب ميدياما بره، الفرقتين الاثنين تقريبا هم اللي هينافسوه على الصعود، فممكن يصعب الامور على بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. يقدر يلم المشاكل دي قبل المشاركه في كاس العالم للانديه، ومشاركه في كاس العالم للانديه يوم الجمعه الجايه يعني. المشكله ان هو في هبوط في المستوى مش في صعود يعني. لو في صعود في المستوى اقول لك يقدر يلم، لكن الاهلي نازل الكيرف بتاعه نازل بشكل كبير جدا، مع اللعيبه كمان كيرفها نازل بشكل كبير جدا. لما يركز ويلعب ضد فرقه قويه مثلا اتحاد جده مرشح ان هو يصعد، انت برضه هتلاعب فرق بس خلي بالك اتحاد جده عنده لعيبه كتيره مصابه يعني، يقول لك كريم بنزيما اساسا لسه يعني حتى لو كريم غاب يا كابتن كريم، انت عندك كانتي راجع وعندك حجازي رجع وعندك لعيبه كبيره جدا برضه، وهتلاعب لعيبه مستوياتها عاليه جدا في البطوله. فاعتقد لا، اعتقد ان المستوى هيبقى صعب جدا يعني في ظل الظروف اللي الاهلي بيمر فيها، انهم مش هيبقى احسن حاجه في كاس العالم. بشوف شايف ان انت مش هي يعني مش هيأدي المستوى، لانه حتى الاداء مش بيتحسن. انت عارف لو الاداء بيتحسن مثلا يعني مثلا الزمالك الاداء في الكيرف في الطالع، فانت تقدر تقول ان هو يقدر يعمل ماتش كويس، لكن الاهلي المشكله ان الكيرف نازل مش طالع. فده اللي بيخليك شويه يعني خايف شويه ان الاهلي لما يروح كاس العالم للانديه يبقى الامور مش احسن حاجه. متوقع ايه الاهلي في كاس العالم للانديه؟ والله يا كابتن بص يعني انا متفق مع جعفر في جزئيه كبيره جدا من كلامه، بس برضه شايف ان النادي الاهلي يعني شخصيه اللعيبه وشخصيه النادي الاهلي تقدر ان هي تتخطى الظروف دي بمنتهى السهوله، لان هم اتحطوا فيها في مواقف كتير قبل كده. بس برضه اما تيجي تبص على اختيارات الراجل يعني برضه عنده مشكله يعني. انا النهارده البدائل حتى جعفر انت حضرتك بتساله بتقول له بيعمل روتيشن، الروتيشن ده بيتعمل في توقيتات معينه. النادي الاهلي عنده سكواد تقيل وفرقه محترمه يقدر ان هو يبدل زي ما هو عايز، لكن الفرقه الناس اللي بره لما بتيجي تحتاجها هل بتدي لك المردود والاداء اللي انت متوقعه؟ لا. ليه؟ لان انت خسرت جزء كبير جدا من اللعيبه. زاد النهارده انت اختياراتك احمد عبد القادر مش موجود، طب عبد القادر افضل ولا مودست؟ طب صلاح محسن افضل ولا مودست؟ ما الناس دي هتفيدك، فدي جزئيه مهمه، فالجزئيه دي هتفرق مع الفرقه بشكل كبير، لان انت النهارده الشحات لعيب كبير جدا ويعني وجوده في الفرقه ليه تقل غير طبيعي، بس مش فايق الفتره الاخيره. تاو برده مش فايق الفتره الاخيره، هو جماعيا امام عاشور اللي هو الناس بتقول الجوهره. امام لما بدا مع الاهلي كان بدا كويس جدا، وجرح ما قعده بيقعده بيعند مع اللعيبه في توقيتات صعبه شويه. بس انت محتاج كل لعيب خد اللي انت عايزه، وبعد كده لما تيجي للتوقيتات المناسبه ابقى اعمل القرارات. انا قلت في بدايه الموسم ان الاهلي هيواجه مشكله بعد رحيل محمد شريف، ومحمد شريف كان احسن مهاجم موجود في الاهلي. الاهلي لو ما عرفش يجيب مهاجم هيعاني، وده اللي حصل يا جعفر. ومحمد شريف امبارح بيهدف ما شاء الله، والراجل ماشي بشكل كويس جدا مع الفرقه بتاعته. انت كمان حتى لما مشيت محمد شريف ما جبتش الفيرود اللي يعوض محمد شريف، ما هي دي المشكله برضه بالظبط يا كابتن كريم. انت لما تمشي لعيب سوبر لازم تجيب برضه لعيب سوبر مكانه. انت مشيت محمد شريف راجل بقاله 3 4 سنين في النادي الاهلي ما شاء الله، هداف افريقيا، هداف الدوري، مكسر الدنيا. ممكن يكون حصل هبوط في مستواه السنه السيزون الاخير، بس ده طبيعي على فكره بقى. اي لعيب هو مش هبوط على فكره، محمد شريف ما هبطش مستواه، لا يعني ممكن شويه ماتش او ماتشين ما يجيبش جون يقعدوا فالدنيا فالدنيا اتحركت. هو من احسن اللعيبه اللي بتتحرك طبعا بقى له 3 سنين كمان يا كابتن كريم، هداف الدوري وهداف افريقيا وراجل حتى لما مشي وجاي في نهائي بطوله افريقيا. حتى لما مشي من الاهلي يا جعفر ما بقاش في منافسه في مركز المهاجم. كهربا بيلعب وكهرباء اصلا عليك. مش مهاجم كمان فمحمد شريف ما شاء الله يعني من اللعيبه الكويسه جدا. وانت كمان لما مشي ما عملتش يعني، رحت جبت فيرود مع احترامي طبعا. هو دلوقتي خلي بالك يا جعفر بدون قطع كلامك، هو بيوظف طاهر فيرود عشان يحل الحته دي. طب ما انت عندك صلاح محسن يعني وماشي كويس الفتره شكل الاخيره، شكله مش مقتنع بصلاح محسن. طب ايدته ليه وجبته ليه من اول السنه؟ وكريم نيدفيد جبته ليه من اول السنه؟ ما انت ما بتلعبوش. ما هي دي برضه علامات استفهام يا كابتن
يعني دي علامات استفهام كبيره بتدي لك انطباع لا ان الاهلي واصل له ده مش من فراغ، لا في حاجات في معينه مشاكل، في مشاكل في مشاكل ممكن ما تبقاش ظاهره للناس او للراي العام، لكن الناس اللي بتركز في التفاصيل بس الاهلي اعتقد ما عندوش مشكله في الصعود من مجموعته في افريقيا، في افريقيا ولا عنده مشكله عنده الثلاث ماتشات المتبقيين منهم ماتشين بره، ماتش في الجزائر والماتشين في مع شباب الوزداد وشباب الوزداد وماتش مع مديامة الغاني في غانا. هو ما عندوش مشكله عشان هو بطل بطل افريقيا والنادي الاهلي فرقه كبيره، لكن سيبك من بطل افريقيا بتكلم دلوقتي كمستوى وكماتشات. لا طبعا متكهرب طبعا الموضوع متكهرب، الفرقتين اللي هينافسوك على الصعود وانت رايح لهم بره يعني مديامة ده هو اللي هينافسك وبوليزات هو اللي هينافسك، يانج افريكانز بره اللعبه خلاص انت هتكسب بره اللعبه لعبك هنا كمان ممكن ممكن يعني هنقول الاهلي هيكسب عنده نقطتين مش بعيد يعني. طب انت لو الاهلي لو ما عملش نتيجه ايجابيه في ماتش بلوزداد او مديامة بره مع الموضوع يبقى صعب هيبقى صعب فعلا يعني الاهلي في لازم قلق لازم يعمل هي الاهلي بره. حط نفسه في نفس الموقف اللي بيراميدز حط نفسه قبل ماتش سان داونز صح، فالموضوع بالنسبه له هكسب يبقى لازم اكسب كل الماتشات ما عنديش خيارات تانية. طيب بيراميدز فاجئني النهارده، انا كنت متخيل ان بيراميدز ممكن يخسر من ما بيراميدز لو خسر النهارده كان بره البطوله بالظبط. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت خسر النهارده بره البطوله النهارده بيراميدز، خلي بالك لسه ماتشاته صعبه البوينت عنده مازيمبي النهارده عنده سان داونز هنا الاول وبعدين مازيمبي بره وبعدين وزيبه هنا في الاخر، بس البونت بتاع بيراميدز بتاع النهارده ده دخله اللعبه بشكل كبير ان هو لو كسب سان داونز هنا يا كابتن كريم سان داونز اللي ممكن يبقى بره البطوله عشان كلهم لسه هيلاعب مازيمبي كلهم اربعات كلهم اربعات لا بس برضه لا لسه لسان داونز مازيمبي رايح لسان داونز، انا بتكلم ان هو ان بيراميدز لو كسب سان داونز حتى لو كسب سان داونز ده حط رجل بس لسه برضه خلي بالك كمان ده كل الفرق زي بعض، بعدين بيراميدز عنده الامكانيات والسكواد اللي يقدر يعدي سان داونز. طب رايكم ايه في بيراميدز النهارده؟ بيراميدز النهارده يكسب يكسب يعني انا قلت لحضرتك المره اللي فاتت افتكر كلامي، بيراميدز هيعمل ماتش كبير جدا على سان داونز. بيراميدز فرقه عندها لعيبه تقيله في الملعب، هم حاسين بنفسهم وعندهم تقل في الملعب، يعرفوا يقفوا كويس ويعرفوا يطلعوا بالكره من تحت ضغط وما بيتاثروش، واللي بينزل كمان احسن من بره بيعمل فرق. يعني النهارده الراجل معاد عبد الله السعيد ومصطفى فتحي اللي هم يعتبر من اهم الناس اللي في الفرقه بينزلهم في الدقيقه 70، هو عمل تغييرين بس عشان هو عايز ياخد حاجه معينه من المباراه، اهم حاجه ما خسرش. ولما نزل كمان حسام كان مصطفى فتحي اول كره ليه في الماتش عملها لفخر لقاي بالعرض كان جول جول رسمي ده يعني، بس يعني بيراميدز عمل ماتش كبير جدا النهارده. لا بيراميدز عملوا ماتش محترم وباتشيكو ادار المباراه بشكل كويس ولعب بثلاثه في نص الملعب لعيب الكوره لسه انا وجعفر بنتكلم مهند وكارتي وبلاتيتو بيقطع فبيعرف يطلع كابتن حاطط كريم حافظ ثلاثه لعيب الكوره قدام محمد حمدي وحاطط الناحيه الثانيه رمضان صبحي وفخر لقاي سرعات لان تقريبا مايلي كان عنده مشكله في المطار ما خدش تقريبا التأشيرة وسافرش معاه. هو الراجل كمان باتشيكو طلع زكا كابتن كريم لاعب الاعمار السنيه كلها الصغيره النهارده عشان معدلات الجري لو بس لا وعمل حاجه برضه زي ما بيقول حسام ان هو قفل الجبهات اللي هي الخطر بتاعت كلها سان داونز حط كريم حافظ قدام محمد حمدي عشان يدافع مع هو نجم سان داونز النهارده الباك اليمين اللي هو كان برده عمل ماتش كبير قدام النادي الاهلي هنا لعيب كويس قوي راح عامل له جبهه ولعب بثلاثه ويقطع يروح حاطط في ظهره النهارده كريم حافظ اكتر من كوره بيفنش وبيوصل لحد اخر الخط وبيعمل بالعرض لا عملوا ماتش كبير بصراحه وبيراميدز فرقه هم عوضوا الماتش اللي فات يعني بتاع الوزيبو بتاع بنسبه 50% ان هم البونت بتاع لا وحرام فرقه كمان بامكانيات بيراميدز ما تكملش بصراحه يعني لازم يركزوا الفتره اللي جايه بس المنافسه بقت شرس ما لو يعني كل الفرق دلوقتي بيراميدز وسان داونز ومازيمبي ونوازيبو الموريتاني اربع نقط كل اربعه بالظبط تضمنش بقى اللي يحصل هو بيراميدز الماتش الجاي لازم يركزوا لو كسبوا الماتش الجاي خلي بالك مازيمبي هيستضيف نوازيبو الموريتاني في الكونغو في ملعب مازيمبي فممكن مازيمبي يكسب خلي بالك كمان ده الماتش ده لو ما كانش تعادله كان في كلام كبير قوي ان باتشيكو ممكن يمشي يعني انا كنت سمعت ان لو اتكلموا لو بيراميدز كانوا لو كانوا اتغلبوا او ما كانوش تعادلوا كان بنسبه كبيره ممكن يمشي بس انا جايبك عشان كلموا كيروش كان في يعني سمعت ان في كلام مع مستر كيروش راجل دفاعي يعني منتخبات مش متناسب بالعكس منتخبات ايه ما في قطر حتى ما بالعكس ماشي بس قطر ما انت ما عندكش امكانيات ما قطر ظهرت في كاس العالم مقارنه بالمنتخبات ما فيش بالعكس الراجل ده كان واقعي جدا كيروش. ماشي ما هو جه امتى يا كابتن هو جه في منتخب برضو يعني هي المشكله في كيروش انا تابعت كيروش قبل كده في كذا منتخب ما نجحش مع الامارات وبرضه هو ما نجحش تقريبا غير مع ايران حتى يعني. ايران مره والمره الاخيره ما نجحش هو لعب بيهم كاس عالم اللي فات يعني واشتغل معاهم على فكره كويس يعني كان شغال معاهم كويس في البطوله يعني بس توفيق برضه كان مع طيب قولوا لي كده نسبه فرص بيراميدز
في الوصول لدور الثمانيه في دوري الابطال؟ انا شايف 70%. 70% لو كسب الماتش الجاي 70% بتاع سان داونز. طبعا لا لو كسب الماتش الجاي هتعدي 80% 85. بس خلي بالك سان داونز فرقه ما تضمنهاش. ما انا لو يعني كسب ممكن سان داونز يكسبك هنا في القاهره. احنا بنقول لك يا كريم لو كسب هو عدى 80% كمان لانه هيجيب. لا دلوقتي بعد التعادل النهارده انا شايف 70% بعد التعادل. يعني انتم متفائلين بيراميدز بيراميدز فرقه تقيله في الماتشات اللي جايه بيقدر. طيب هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على الزمالك بعد الفاصل ونشوف راي كابتن احمد جعفر وكابتن حسام حسن في الزمالك بعد الفوز في أول ثلاث جولات في الكونفدرالية الأفريقية بعد الفاصل إن شاء الله. طيب خلينا نروح للكابتن احمد جعفر واساله على الزمالك. الزمالك ما شاء الله مع كابتن معتمد جمال كسب بيراميدز في الكاس، كسب فيوتشر في الدوري، كسب ثلاث ماتشات في الكونفدراليه، سجرادا الانجولي، سوار الغيني، وابو سليم الليبي. الزمالك بقى له فتره كده مع كابتن معتمد الكيرف طالع من ماتش بيراميدز والزمالك ما شاء الله بيأدي بشكل كويس. هو كابتن معتمد زي ما قلت لك كابتن الحلقه اللي فاتت ان كابتن معتمد اشتغل على العامل النفسي اللي هو كان صعب جدا عند بعض اللعيبه. دلوقتي ما شاء الله نفسي وفني ان هو وظف اللعيبه كل واحد في مكانه، هو لعب بالطريقه المناسبه على قد الامكانيات اللي موجوده. ايوه هو الراجل ما كانش بيلعب على قد الامكانيات الموجوده. النهارده كابتن معتمد كان على اسوريو النهارده كابتن معتمد لما غير الطريقه ولعب على قد الامكانيات الموجوده اللعيبه بدات تظهر بشكل كويس، ادائهم ما شاء الله في تصاعدي. الزمالك بيكسب، حتى الاداء بتاع الزمالك سلس وبيكسب بشكل كويس. ممكن الماتش اللي فات عشان طبعا انت عارف اللاعب المصري لما بيكسب تضرب على ماتشات ورا بعض الامور بتبقى هاديه شويه. والزمالك انه لما كسب الماتشين شويه خد ريست ان هو كسب ماتشين في افريقيا فاستريح، لما كسب الثالث الحمد لله زي ما قلت لك. يعني انت بتقول ان الاداء الماتش اللي فات ما كانش كويس عشان اللعيبه حست بثقه زياده شويه. الموضوع ان هو كسب ماتشين واداؤه كان احسن حاجه، فكان حصل هبوط شويه في اداء نادي الزمالك الماتش اللي فات. بشوف ان هو خلاص زي ما قلت ضمن الصعود، فقال لك حصل شويه نوعا ما ان الاداء ما كانش احسن حاجه، بس هو يعني زي ما هو خد النتيجه لعب تجاري كده. هو خد النتيجه اللي هو عايزها اللي هو صعد اول مجموعه من بدري، فيريح هيريح بعض اللعيبه لو عايز يريحها في الماتشات الجايه. بشوف ان هو برضه داخل على ماتشات الدوري هتبقى الامور هتبقى صعبه جدا، لازم برضه التركيز يبقى اعلى لان طبعا الزمالك في الدوري الزمالك عنده يوم الخميس المصري في الدوري. الزمالك في الدوري مش ماشي بشكل كويس، اداؤه مش احسن حاجه في الدوري. الماتشات الاخيره كلها مكسب تعادل خساره من ام بي قبل كابتن معتمد خساره من ام بي، فانت ادائك في الدوري مش مميز زي افريقيا ادائك مميز فيها بشكل كبير. فبشوف ان هو لازم يقفل صفحه افريقيا دي تماما، لازم يركز في الماتشات بتاع الدوري الفتره الجايه لانه طبعا عنده دوري وبعدين عنده سجرادا الانجولي في انجولا وعنده ماتش قوي جدا مع نادي المصري طبعا يوم الخميس. اعتقد هيبقى ماتش صعب جدا لنادي الزمالك، فبشوف ان هو لازم يركزه من دلوقتي. قولي التشكيل المثالي للزمالك من وجهه نظر احمد جعفر دلوقتي، يعني تشكيل الزمالك الافضل دلوقتي من وجهه نظرك. المسلوسي، عبد الغني، عواد طبعا حارس طبعا عواد والمسلوسي وعبد الغني وعبد الشافي وعمر جابر، دونجا ورؤى والسيسي، يعني حسب الافضل فيهم فنيا الفتره الاخيره. زيزو، اوباما، ممكن ابراهيم انضاي والجزيري وشيكابالا حسب برضه التمرين بتاعه فايق، هل هو يقدر يؤدي ال 70 80 دقيقه بنفس المستوى؟ بشوف ان شيكابالا الفتره الاخيره ما أدي بشكل كبير جدا، هو ممكن ياخد شويه يريحه ماتش المصري احسن، يبقى تغييره كويسه تنزل تعمل فارق. اللعيبه بتحتفل بكابتن معتمد جمال بعد توقيع العقد لنهايه الموسم. انا عايز اقول لك كابتن كريم ان كابتن معتمد انا اتعاملت معاه في 2007 في الاتصالات، كان مع كابتن حلمي، من الشخصيات الرائعه جدا وحد محترم جدا. وممكن ما خدش حقه في التدريب لانه هو بقى راجل بقى له فتره كبيره جدا شغال في المنتخبات ومدرب عام، فدي فرصه كبيره جدا ليه وان شاء الله هو ماشي بشكل كويس الحمد لله بنجاح. حسام الزمالك رايك ايه؟ يعني اتكلمنا طبعا قبل كده وقلت لحضرتك فرصه مش هتيجي تاني، يعني كابتن معتمد نهايه كلام جعفر بيقول الراجل مدرب كويس قوي، بس طول الفتره اللي فاتت شغال مدرب عام، وانا كنت بتكلم معاه من فتره قريبه قبل ما يمسك نادي الزمالك، هو كان متارجت ومستهدف ان انا عايز اشتغل لوحدي وعايز اخد الطريق ده. هو عنده طموحات وعنده اهداف معينه، الظروف خدمته ان مسك فرقه كبيره بحجم نادي الزمالك، وهو طبعا احد ابناء نادي الزمالك وكان من نجوم نادي الزمالك،
وبالتالي عامل التوفيق جه معاه لان هو مقتنع وواثق جدا في قدراته وعرف ان هو اشتغل مع اللعيبه بشكل كويس. وده الكلام برضو اللي جعفر قاله، اشتغل نفسي اكتر من ان هو اشتغل فني، لان فنيات اللعيبه كلها اللي موجوده في نادي الزمالك اسماء كبيره وعندها أيوة. قدرات فنيه على مستوى عالي، لكن اللي ساعده على الكلام ده ان هو يعني كان واقعي جدا يا كابتن كريم. يمكن حضرتك المره اللي فاتت قلت لي هيلعب بمين التشكيل، وقعدنا نقول هيلعب بكذا وكذا، بس في الاخر قلنا هو الراجل واقعي بيكسب بالطريقه الواقعيه 4-2-3-1. 4-2-3-1 بتتغير في بعض الاحيان ل 4-3-3، عكس لما كان بيلعب اوسيريو 3-2-4-1 دي كانت مدمره الفرقه وبياخد عدد اهداف غير طبيعيه. النهارده الزمالك كلين شيت اكتر من مباراه، النهارده الزمالك المعدلات التهديفيه عنده عليت خمس ماتشات اربعه يعني ما كانش اربعه ما عدا ماتش بيراميدز ما كانش بيحصل قبل كده النهارده الزمالك معدلات تهديفيه عاليه، كل مباراه لازم يسجل ويشتغل بشكل كويس. افريقيا شغال فيها بشكل كويس جدا رغم ان هو كان بيطلع من البدايات بتاعه المجموعات في السنين اللي قبل كده، ودي كانت عامله له يعني مش عايز اقول عقده نفسيه بس كانت عامله له مشكله مع الجمهور بتاعه. النهارده الناس كلها سبورت للراجل، مجلس الاداره بيدعمه بعقد حتى لو مدته صغيره، بس دي معنويا تخليه يشتغل باريحيه اكتر وتطمنه ان هو يستمر لنهايه الموسم ويبدا ان هو يشتغل على اللعيبه ويقول احتياجاته ايه بالنسبه للمراكز اللي جايه. وانا بصراحه حابب ان انا اشيد باللعيبه الكبيره شيكابالا، كابتن عبد الشافي طبعا، وكابتن شيكابالا اكيد ناس برده ليها تقولها في الفرقه، ودول مساعدينه ان هو يطلع بالشكل ده، ان هم قافلين على الفرقه برده. الحته دي بيبقى ليها دور كبير جدا اوضه اللبس، واكيد جعفر طبعا يعني كان نجم من نجوم نادي الزمالك وعارف الكلام ده كويس. الانديه الكبيره بتبقى محتاجه اللعيبه اللي بالنوعيه دي جوه اوضه اللبس. الزمالك اللي خلاه جاب دورين ورا بعض السنين اللي قبل كده ان كان اوضه اللبس عنده قويه، رغم ان كان عنده ظروف صعبه جدا اداريا ومشاكل وفلوس والكلام ده. نفس الكلام ممكن الظروف اختلفت شويه، مجلس اداره جديد وطموحات جديده وكده، بس ان شاء الله باذن الله التوفيق. انا مبسوط بصراحه الكابتن معتمد، يا يعني راجل مدرب محترم، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق. طيب ليه. سريعا تقولوا ايه على فيوتشر؟ برضو لازم ناخد فيوتشر اللي هو النهارده كان مع اتحاد العاصمه الجزائري وخسر 1-0. هو كان ماتش صعب، اتفرجت على الماتش؟ كان ماتش صعب عليه طبعا. فريق اتحاد العاصمه، فريق اتحاد العاصمه يعني من الفرق اللي عندها خبرات شويه في البطولات الافريقيه، فريق بتهاجم بعنف، ويعني هو الشمال الافريقي دايما كريم بيعرف يكسبك بكره ثابته بفاول بحاجات زي كده. يعني حتى لما كسب الاهلي طلع بهجمه مرتده في السوبر الافريقي، كسب الاهلي، هو من الفرق اللي بتعرف تستغل انصاف الفرص زي ما بيقولوا، بيرجعوا بيدافعوا بشكل صعب جدا. فهو عنده خبرات شويه عن فيوتشر، خبراته الافريقيه عاليه شويه. هو يعني خطف حتى فيوتشر خطفه، لكن حتى فيوتشر لما دخل فيه جون ما حاولش برضه، ما شفتش رده الفعل الهجوميه. الجون جه توقيت صعب، بس خلي بالك يا كابتن يعني الماتش كان صعب جدا. يعني الماتش كان جماهيري بشكل غير طبيعي. جماهير اتحاد لعيبه فيوتشر مش لاهلي ولا زمالك، مش متعودين على الكلام ده. بس معظمهم لعيبه اهلي وزمالك ماشي، بس لا بقالهم فتره كبيره ما بيلعبوش في الاجواء دي. وفرقه نقص منها عدد كبير جدا من اللعيبه اللي عندها الخبرات، لكن برضو عملوا ماتش كبير قوي لحد قبل استقبالهم للهدف. كنش النهارده يعني عمل ماتش كبير، خط الدار محمود رزق وباسم علي بيشتغلوا كويس جدا. بس زي ما جعفر بيقول برضو الخبرات كان ليها دور كبير جدا. انا بستقبل هدف في توقيت صعب قوي من المباراه في ظل ان كان عليها ضغط غير طبيعي بالنسبه للجزء الهجومي، وان انا في نفس الوقت ما عنديش رد فعل. يعني انا عمال عارف اللي هو انت واقف مستني يجي فيك جون في اي وقت، فبالتالي لما جه فيك هدف انت ما عرفتش ترجع. ليه؟ لان انت اصلا مش مدي نفسك الإيحاء ولا مش مستعد للكلام ده، زائد ان دكه البدلاء عند الراجل برضو تحس ان الاوراق كلها في الملعب. يعني هطلع مثلا عمر كمال هنزل مين؟ ما محمد فاروق مش موجود وغيره مش موجود. هطلع مثلا ناصر ماهر، محمد صادق برضو هنزل مين؟ هطلع مروان محسن هنزل مين؟ خلي بالك الراجل عنده مشاكل مدرب مع بعض اللعيب. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، محمد رفعت وناصر ماهر بسبب اللعب وعدم اللعب وكده بالظبط. فلا فيوتشر يعني عملوا ماتش كويس، لكن برضو المباراه راحت بشكل كبير جدا. عندهم 6 بونت فيقدروا، عندهم 6 نقط. وفريق يعني سوبر سبورت يونايتد بتاع جنوب افريقيا خسر ماتشاته كلها، فهي المنافسه ما بين اتحاد العاصمه وفيوتشر يعني هم هو يعني بصراحه هزيمه منطقيه في الاجواء دي، والاداء اللي تم تقديمه من جانب اتحاد العاصمه برضو فرقه عندها خبرات وكسبت تقريبا الاهلي في السوبر الافريقي. فان شاء الله كل التوفيق لفيوتشر الفتره اللي جايه باذن الله. يعني طيب خليني اقول لكم ماتشات الدوري ان شاء الله. الجوله التاسعه يوم هتبدا يوم الخميس القادم بدون الاهلي، بسبب طبعا الاهلي عنده كاس عالم الانديه، وبرضه بدون الاهلي. بس بقيه الماتشات الاهلي المفروض هيلاعب الاتحاد، ف المباراه هتتاجل طبعا بسبب مشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. الجوله التاسعه يوم الخميس ان شاء الله هتبدا 4 ماتشات، بنك الاهلي وجونه الساعه 4،
في استاد المقاولين العرب، ان البنك الاهلي بيلعب في استاد القاهره، بس استاد القاهره لسه ما فتحش بعد الصيانه. فالمباراه هتكون مع الجونه في المقاولين العرب. مودرن فيوتشر هيلاعب سيراميكا الساعه 4 برضه في استاد السلام. المصري والزمالك في استاد الجيش في برج العرب. بيراميدز مع بلديه المحله يوم الخميس في استاد الدفاع الجوي. يوم الجمعه الداخليه وسموحه في استاد السلام. فاركو زد في استاد الجيش في برج العرب. طلائع الجيش والمقاولين العرب في ملعب طلائع الجيش. ويوم السبت مباراه وحيده ما بين امبي والاسماعيلي في استاد بيترسبورغ. بسرعه كده عايز توقعاتكم بسرعه. الخميس البنك الاهلي والجونه يا جعفر. بنك الاهلي. فيوتشر وسيراميكا. سيراميكا. سيراميكا ماشي بشكل كويس. سيراميكا افضل دلوقتي. المصري والزمالك. تعادل. والزمالك. بيراميدز وبلديه المحله. بيراميدز. ده في بيراميدز طبعا. في ملعب بيراميدز. الداخليه وسموحه. ماتش صعب. انا بقول تعادل. 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 فاركو زد. 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 تعادل. تعادل. طلائع الجيش والمقاولين العرب. الجيش. الجيش. امبي والاسماعيلي. ماتش صعب. صعب ده. ماتش صعب. في اسماعيليه ولا؟ لا في امبي. ماتش صعب. ماتش صعب طبعا. كابتن ايهاب قال الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس مع الاسماعيلي. لا اصلا الاثنين ماشي يعني ايه صعب يعني ايه النتيجه يعني ايه؟ يعني تعادل. تعادل؟ انتوا الاثنين زي بعض في كل حاجه؟ ماشي. ما عدا الزمالك والمصري. ماشي. اشكرك يا حسام. حبيبي يا كابتن كريم. اشكرك يا جعفر. حبيبي يا كابتن.